والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الاعدادي، ازيك شباب؟ هنحل النهاردة امتحانات على الوحدة الثانية من كتاب المعاصر. النموذج الاول اجب على الاسئلة الاتية. رقم واحد، اذا كان نون س بيساوي س ناقص واحد على س ناقص اتنين، فان مجال نون اس سالب واحد هو نقط. مجال نون اس سالب واحد يا اولاد اللي هو مجال المعكوس الضربي، يعني نجيب ح ما عدا اصفار البسط واصفار المقام. اصفار البسط تبقى بواحد، يعني لو عدنا مكان الس واحد البسط يبقى بصفر، ولو عدنا مكان الس باتنين يبقى المقام بصفر، يبقى ح ما عدا الواحد واتنين، لان ما ينفعش يبقى الس بواحد او الس باتنين، لان لو السين كان بواحد او السين باتنين هيبقى البسط بصفر والمقام بصفر والقسمة على الصفر ليس لها معنى. لما اجي اقلب الكسر برضو مش هينفع، مينفعش اقسم على ايه، على الصفر، فما ينفعش البسط يبقى بصفر ولا المقام يبقى بصفر. السؤال رقم اتنين، مجموعة اصفار الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص 16. اصفار الدالة يعني ايه الارقام اللي هتخلي الدالة قيمتها بصفر. لو انا عوضت مكان السين باربعة او سالب اربعة يا ولاد، السين يعني عوضت مكانها باربعة أو سالب أربعة، يبقى الناتج كله هيبقى بصفر. فأصفار الدالة يعني مين القيم لو عوضتها مكان السين هتخلي الدالة بصفر، فتبقى أربعة وسالب أربعة. في حل آخر يا ولاد بقوله بوضع الدالة اللي عندي اللي هي دالة سين بتساوي صفر على الشمال أهو، وبالتالي سين تربيع ناقص 16 بتساوي صفر، أو أدي 16 بعكس الإشارة، يبقى سين تربيع بتساوي 16، يعني جذر التربيع 16 اللي هو موجب سالب أربعة. فبالتالي أصفار الدالة تكون المجموعة أربعة وسالب أربعة. رقم ثلاثة، المجال المشترك للدالتين نون واحد ونون اتنين. مجال مشترك بنجيب ح ما عدا أصفار المقام. المقام هنا اللي هو سبعة، مينفعش المقام يبقى بصفر، مفيش عدد أصلا، مفيش س إن أنا أعوض عن مكانها يخلي المقام بصفر، فاهمين؟ فمجال الدالة الأولى يبقى ح بس، ماشي، لأن مفيش أصفار في المقام. ومجال الدالة التانية يبقى ح ما عدا اتنين، يبقى المجال المشترك ح ما عدا أصفار الدالة الأولى اتحاد أصفار الدالة التانية. أصفار الدالة الأولى مفيش، وأصفار الدالة التانية اللي هتبقى اتنين، فيبقى ح ما عدا اتنين، الإجابة رقم ج. السؤال رقم أربعة، الدالة ن في أبسط صورة، حيث ن س بتساوي س على س ناقص تلاتة مقسومة على تلاتة س على س تربيع ناقص تسعة. الحل على الشمال يا ولاد، القسمة بنعملها ضرب وبنقلب الكسر التاني. الكسر التاني اتقلب، بقى س تربيع ناقص تسعة على تلاتة س، س تربيع ناقص تسعة دي فرق مربعين أو س وس، هنا سالب تلاتة وموجب تلاتة. وهنا اختصر بقى يا ولاد لأنه مش عايز المجال، يقولك بس هاتلي الدالة في أبسط صورة. أقدر أشيل الس مع الس وس ناقص تلاتة مع س ناقص تلاتة، فيتبقالي س زائد تلاتة على تلاتة، بتبقى دي أبسط صورة للدالة، فنختار رقم ج. السؤال رقم خمسة، مجال الدالة د حيث ح إلى ح، د معرفة من ح إلى ح، لكل أصل صورة يا ولاد وحيدة موجودة في ح، دي دالة. دالة س بتساوي س تربيع ناقص أربعة. خد بالك من كتير بيتلخبط في الجزئية دي ويقوم جايب إيه، ياخد إيه اتنين وسالب اتنين. لأ، دي مش دالة كسرية يا ولاد، دي دالة كسيرة حدود. فالدالة كسيرة الحدود مجالها في ح، يعني أي رقم هتعوض به في الدالة هيبقى له صورة، فاهمين؟ فيبقى المجال بتاعنا إيه، ح. لاحظوا هنا المجال وهنا المجال مقابل، كنا بناخد ده الترم الأول. فدي دالة كسرة حدود، ما هيش دالة كسرية، بأكد تاني عشان كتير بيتلخبط في السؤال ده لما يجي يحله، يقوم متسرع وواخد اتنين وسالب اتنين. الكلام ده يا ولاد لو كانت دالة كسرية أصلا، ولو كان بيقولك هات الأصفار الدالة زي اللي فوق كنا عملنا كده، لكن ده عايز المجال بتاع الدالة كسرة الحدود يبقى مجالها بح. تمام، دي صفحة 122 يا ولاد من كتاب المعاصر. وصلنا مع بعض دلوقتي للسؤال رقم ستة. هنا بيقول لي مجال المعكوس الجامعي للدالة دال س بتساوي س ناقص اتنين على س زائد سبعة. هو خد بالكوا يا ولاد، مجال المعكوس الجامعي ده ان احنا بنجيب ح ما عدا اصفار المقام بس، يعني ما تلخبطش بين كلمة المعكوس الجامعي والمعكوس الضربي. المعكوس الضربي ده بنجيب ح ما عدا اصفار البسط والمقام، لكن مجال المعكوس الجامعي مش هيتأثر بحاجة يا ولاد، لان الجامعي بيغير اشارة بس، اشارة البسط او اشارة المقام، فكده كده المجال مش هيتغير. فما يقول لك هات مجال المعكوس الجامعي، يبقى تقول له ح ما عدا اصفار المقام فقط، يعني ح ما عدا السالب سبعة. تمام، يبقى الاجابة بتاعتنا هنختارها، ما ننساش بقى نعلم على الاجابة، هي الاجابة رقم الف، يبقى ح ما عدا المجموعة سالب سبعة اللي هي اصفار المقام، يعني فهمنا. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال التاني رقم الف،
إذا كان نون واحد س بتساوي س تربيع على س تكعيب ناقص اتنين س تربيع، ونون اتنين بتساوي س تكعيب زائد اتنين س تربيع زائد أربعة س على س أس أربعة ناقص تمانية س، اثبت إن نون واحد بتساوي نون اتنين. إحنا يا ولاد عشان نثبت إن نون واحد بيساوي نون اتنين لازم نثبت الشرطين. إيه هما الشرطين؟ الشرط الأول إن مجال نون واحد بيساوي مجال نون اتنين، والشرط التاني إن نون واحد س بتساوي نون اتنين س في أبسط صورة. تعالوا نشوف كل دالة لوحدها نجيب منها المجال ونختصرها لأبسط صورة. رقم اتنين ألف، ها نون واحد س بتساوي س تربيع على س تكعيب ناقص اتنين س تربيع. هنا هناخد من المقام عامل مشترك يا ولاد اللي هو س تربيع والبسط، س تربيع زي ما هي، س تربيع لما اخدها عامل مشترك هقسم س تكعيب على س تربيع في س، الإشارة سالبة، اتنين س تربيع على الاتنين على اتنين س تربيع على س تربيع في الاتنين وإشارة سالبة. المجال ح ما عدا أصفار المقام، س تربيع هتساوي صفر لو س بصفر، وس ناقص اتنين هتساوي صفر لو س باتنين، يبقى المجال ح ما عدا صفر واتنين. بعد كده بقدر أختصر، بشيل س تربيع مع س تربيع فيبقى عندي واحد على س ناقص اتنين. الدالة التانية اللي عندي دول اتنين س اللي هي س تكعيب زائد اتنين س تربيع زائد أربعة س على س أس أربعة ناقص تمانية س. دي هنعملها ازاي يا ولاد؟ البسط أقدر أخد الس عامل مشترك أهو، فيتبقى س تربيع زائد اتنين س زائد أربعة. المقام أقدر أخد س عامل مشترك، يبقى س في س تكعيب ناقص تمانية. المقام فرق مكعبين، تحلل س ناقص اتنين، الس تتربع تبقى س تربيع والسالب اتنين تبقى بأربعة، واللي في النص الأول في التاني بعكس الإشارة تبقى موجب اتنين س. خد بالك البسط مش هينفع يتحلل، مفيش على تنحصل ضربهم أربعة ومجموعهم اتنين، فيبدأ البسط زي ما هو. خد بالك المقام هيقدر يختصر، يعني انت دلوقتي تقدر تختصر القوس الكبير ده مع القوس الكبير اللي هنا، وعندك المجال ح ما عدا صفر واتنين. القوس ده ملوش أصفار لأنه مينفعش يتحلل، مفيش قيمة هعوض بيها مكان س تخلي الدالة بصفر، فاهمين؟ فانت بتختصر القوس مع القوس، وبعد كده بتجيب المجال، المجال اهو س تحت وهنا سالب اتنين، يعني ح معانا صفر واتنين، تمام؟ يعني س في س ناقص اتنين اصفارها تبقى صفر واتنين، يبقى مجال ح معانا صفر واتنين. تعالى بقى اختصر، شيل الس دي مع الس، وبعدين شيل القوس ده مع القوس ده، فيتبقى واحد على س ناقص اتنين. لاحظنا ان مجال نون واحد بيساوي مجال نون اتنين اللي هو ح ما عدا اصفار المقام الصفر واتنين. ومن عند الدالة الأولى طلع زي الدالة التانية في أبسط صورة بواحد على س اتنين، س ناقص اتنين، فبالتالي نون واحد بيساوي اتنين. رقم ب بيقول لي اوجد في أبسط صورة، عايز أبسط صورة يا ولاد، بين المجال نون س بتساوي س تربيع زائد اتنين س على س تربيع ناقص أربعة ناقص اتنين س ناقص ستة على س تربيع ناقص خمسة س زائد ستة. هنا نقدر ناخد الس عامل مشترك من البسط، فيتبقى س زائد اتنين، والمقام فرق المربعين يتحلل س وس، اتنين واتنين، واحدة سالب واحدة موجب. هنكتب سالب اهيت، البسط ناخد اتنين عامل مشترك لأن عدد زوجية، يبقى اتنين ونفتح قوس س ناقص تلاتة. المقام س تربيع ناقص خمسة س زائد ستة، س وس على ده حصل ضربهم ستة ونجمعهم اديني خمسة اللي هما اتنين في تلاتة. الإشارات متشابهة يا ولاد لأن الضرب موجب، فيبقى سالب وسالب، محلش لخبط في الإشارة. المجال ح معاه أصفار المقام، تاخد اتنين وسالب اتنين وهنا تلاتة، تختصر بقى س زائد اتنين مع س زائد اتنين، وبعدين تختصر من الحد التاني اللي هو س ناقص تلاتة مع س ناقص تلاتة، فيتبقى لك س على س ناقص اتنين ناقص اتنين على س ناقص اتنين. قبل طبعا ما بنختصر بنجيب المجال ح ما عدا أصفار المقام اتنين وسالب اتنين وهنا تلاتة. هنا لما نيجي نطرح يا ولاد بنسيب المقام زي ما هو، نطرح البسط ناقص البسط، يبقى س ناقص اتنين على س ناقص اتنين هيديك ايه؟ واحد. يبقى الناتج النهائي في أبسط صورة بيطلع بواحد. ده كان السؤال رقم ب، فهمنا؟ تعالوا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو رقم تلاتة. وإذا كانت مجموعة أصفار الدالة د حيث دالة س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ستة هي المجموعة اتنين وتلاتة، فأوجد أ وب. مجموعة أصفار الدالة دي يا ولاد معناها إن إحنا لو عوضنا مكان الس باتنين الدالة تبقى بصفر، ولو عوضنا مكان الس بتلاتة الدالة تبقى بصفر، وبالتالي يبقى عندك معادلتين تحلهم في مجهولين، مجهول اللي هو أ وب، يعني تستخدم يعني طريقة التعويض أو طريقة الحذف. تعالوا كده نشوف خطوات الحل بتاعت السؤال التالت ألف.
اول خطوه احنا عندنا داله 2 بتساوي صفر وداله 3 بصفر، لان دول اصفار في الداله. يعني معنى الكلام يا اولاد هنعوض مكان السين ب2 ونخلي الداله بصفر. نعوض ب2 تبقى 4 الف زائد 2 ب زائد 6 بصفر. شلنا كل سين وكتبنا مكانها 2، وبالتالي المعادله نقدر نبسطها، نودي 6 بعكس الاشاره تبقى سالب 6 ونقسم على ال2 فتبقى 2 الف زائد ب يساوي سالب 3. قسمنا كل حد على 2. بعد كده داله 3 بصفر اعوض مكان كل سين ب3، اعوض كده 3 تحط مكان السين تبقى 3 تربيع ب9، يعني 9 الف زائد 3 ب زائد 6 اهي بتساوي صفر. ودي 6 بعكس الاشاره فتبقى 9 الف زائد 3 ب بسالب 6. بقى عندي معادلتين، المعادله الاولى اللي هي 4 الف زائد 2 ب دي برضه قسمناها على 2 يا ولاد، يعني المعادلتين صفيناهم في الدايره دي والدايره دي صفيناهم، قسمنا كل معادله على 2، فبقت الاولى 2 الف زائد ب بتساوي سالب 3، والمعادله الثانيه اتقسم على 3 فيبقى 3 الف زائد ب بيساوي سالب 2. خدنا المعادلتين دول ونحلهم مع بعض، اكتبهم تحت بعض يا ولاد. نيجي للمعادله الاولى اللي نضرب بينها في السالب اللي هي 2 الف زائد ب بيساوي سالب 3، فتبقى سالب 2 الف ناقص ب بيساوي 3. والمعادله التانيه تتكتب تحتها اللي هي 3 الف زائد ب بيساوي سالب 2. هنا بنجمع المعادلتين مع بعض، نشيل سالب ب مع ب، و3 الف ناقص 2 الف بألف، وهنا سالب 2 زائد 3 بواحد، يعني الالف تطلع بكام؟ بواحد. تعال نعوض بقى مكان الالف بواحد في الدالة بتاعتها، تبقى 3 في ألف ب3 زائد ب بسالب 2، يعني نودي 3 بعكس الإشارة. ركز كده معايا، حطينا مكان ألف ب1 بقت 3 زائد ب بيساوي سالب 2، يعني ب بيساوي سالب 2 ناقص 3 تبقى سالب 5، يبقى ب قيمتها بسالب 5. فهمنا كده يا ولاد؟ يبقى ب طلع بكام؟ بسالب 5. ممكن برضو نستخدم الآلة الحاسبة نعمل الايكويشن ونحل المعادلتين دول مع بعض مباشرة للتأكد. يعني ممكن نشتغل بالآلة الحاسبة، نضغط على الزر مود وناخد ايكويشن اللي هي الزر رقم 5، وبعد كده ناخد المعادلة اللي هي رقم 1. نصلي بالصورة دي يا ولاد. باخد المعاملات بقى، انت عندك المعادلة رقم 1 ومعادلة 2، هتدخل المعاملات بتاعتهم تقول له 2 بيساوي اللي هي معامل الألف الأول، وبعدين معامل الب اللي هي بواحد، وبعدين الحد المطلق اللي هو سالب 3 تعمل سالب 3. بعد كده المعادلة التانية معامل ألف ب3 ومعامل ب ب1 ومعامل الحد أو الحد المطلق بسالب 2 وسالب 2 واللي يساوي الآلة هتطلع لك الإكس دي اللي هي ألف، يعني الألف طلع ب1 معانا أهي، والباقي طلع بسالب 5. ماشي زي ما احنا عاملينها خلاص، الآلة ممكن تأكد عليها. شوف السؤال اللي بعده، السؤال التالت ب، أوجد دالة س في أبسط صورة مبينة مجال الدالة. دالة س بتساوي 3 س تربيع ناقص 6 س على س تربيع ناقص 4 في س تربيع زائد 3 س زائد 2 على س تربيع زائد س. ناخد متبسط 3 س عامل مشترك يا ولاد، فيتبقى س ناقص 2، المقام فرق مربعين س وس سالب 2 موجب 2. هنا س تربيع زائد 3 س زائد 2 تتحلل لس وس، عددين حاصل ضربهم 2 ومجموعهم 3، 1 في 2، وهنا الإشارة موجب وموجب. المقام س تربيع زائد س، ناخد الس عامل مشترك فيتبقى س زائد 1. هنا نجيب المجال ح ما عدا أصفار المقام اللي هي الاتنين والسالب 2 والصفر والسالب 1. نقدر نشيل الس ناقص 2 دي مع الس ناقص 2، وس زائد 1 تتشال مع س زائد 1، فتبقى 3 س على س زائد 2 في س زائد 2 على ايه؟ على س. تمام، نقدر نختصر كمان يا ولاد، الس مع ايه؟ مع الس، والس زائد 2 مع الس زائد 2، فتبقى عندك 3. كمان المجال طبعا بنجيبه قبل الاختصار، فيبقى المجال ح ما عدا الصفر والسالب 2 وصفر وسالب 1، ايه اصفار المقام يعني يا ولاد. ماشي، يبقى نجيب 2 وسالب 2 وصفر وسالب 1. السؤال اللي بعده الرابع، ألف إذا كانت نون س بتساوي س تربيع ناقص 3 س على س تربيع ناقص 5 س زائد 6، أوجد نون أس سالب 1 س في أبسط صورة وعين مجال نون أس سالب 1. وإذا كان نون أس سالب 1 س يعني معكوس الضرب س بيساوي 2 فأوجد س. أول خطوة عشان نجيب المجال المعكوس الضربي إن إحنا هنبسط المسألة عادي خالص يا ولاد، ونجيب ح ما عدا أصفار البسط والمقام. ماشي، السؤال الرابع ألف أهو، عند ن س بتساوي س تربيع ناقص 3 س على س تربيع ناقص 5 س زائد 6.
هنا خدنا من البسط س العام المشترك، تبقى س ناقص 3، والمقام س تربيع س وس، عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5، 2 في 3. الإشارات شكل بعضها لأن الضرب موجب، فيبقى سالب وسالب حسب الأوسط. المجال ح ما عدا أصفار المقام، أصفار المقام عندك اللي هي الصفر، يبقى طبعا أصفار بس والمقام يعلى لأنه عين المجال المعكوس الضربي. لو كان عايز مجال الدالة بس نقول ح ما عدا أصفار المقام، لكن المجال المعكوس الضربي ح ما عدا أصفار البسط والمقام. هتبقى هنا البسط اللي هي صفر، س تبقى بصفر يعني، وهنا 3 والمقام 2، يبقى صفر وتلاتة واتنين، التلاتة متكررة متتكتبش. بعد كده قال لي عندما المعكوس الضربي بيساوي 2 اوجد س، يعني هتقلب الكسر اللي هو في أوسط الصورة، يعني اللي هو طلع معاك في الآخر بعد الاختصار. تعالى نعملها كده جنبها يا ولاد، احنا بعد ما اختصرنا هكتبها جنبها هنا، وليساوي بعد ما اختصرنا القوس ده راح مع القوس ده، فبقت ايه؟ س على س ناقص 2، فلما قلبناها تبقى س ناقص 2 على س. فهمتوا؟ يبقى احنا يا ولاد بنختصر، وبعد ما بنختصر بنقلب الكسر عشان تجيب المعكوس الضربي، يعني اللي هو س ناقص 2 على س، بتساوي الداله دي ب2 بقى، وتعمل معادله عادي خالص عشان تجيب الس، تعمل مقص يعني، تقوم ضارب ال2 في س، دي تبقى 2 س، وهنا س ناقص 2 تتكتب، تودي الس بعكس الاشاره، تطرح من 2 س تبقى س، يعني س تبقى بسالب 2. يبقى انت كده جبت قيمه الس بسالب 2. فاهمين يا ولاد؟ يبقى السؤال ده بتعمله ازاي؟ بتجيب المجال ح مع اصفار البسط والمقام، بعدين بتساوي الداله في ابسط صوره بعد طبعا ما تقلبها، لانه عايز نون اس سالب 1، بعد ما انت اختصرت اهو بتقلبها تبقى س ناقص 2 على 2، وتساويها بالرقم اللي هو جايبه. السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان، ناخد بالنا منه، هتبقى س تطلع بسالب 2. السؤال اللي بعده رقم باء، بيقول لي اذا كان نون س بتساوي س تكعيب زائد س تربيع ناقص 6 س على س أس 4 ناقص 13 س تربيع زائد 36، اختصر وبين المجال نون، ثم وجد قيمة نون س عندما س بتساوي سالب 1. خد بالك لو السالب 1 ده موجود في المجال مش هينفع، تبقى الدالة غير معرفة، اللي مينفعش أعوض مكان الس مثلا بسالب 1 مثلا لو هي كانت موجودة في المجال، لكن لو مش موجودة في المجال بنعوض عادي. تعالوا كده نشوف فكرتها ايه المسألة دي ونحلها مع بعض. السؤال الرابع به معانا يا ولاد الحل، هنا البسط عندي س تكعيب وس تربيع وست س، نقدر ناخد س عامل مشترك، فتبقى س تربيع زائد س ناقص 6، المقام س أس 4 ناقص 13 س تربيع زائد 36، س أس 4 س تربيع وس تربيع، عددين حاصل ضربهم 36 ومجموعهم 13 و4 في 9، الضرب يا ولاد موجب يعني الاتنين بشكل بعض، سالب في ايه؟ سالب. يبقى انا خدت السين اهيت فوق، اتحلل السين تربيع زائد السين ناقص 6، السين تربيع زي ما قلنا يا ولاد سين وسين اهيت، يبقى هنا سين في نفتح قوس سين تربيع سين وسين، الستة هنقول 2 في 3، الكبير ياخد الاشارات اللي في النص، 3 موجب والاتنين سالب، المقام يتحلل تاني يا ولاد، فرق مربعين سين تربيع ناقص 4 تتحلل سين وسين، واتنين واتنين، واحدة سالب واحدة موجب، س تربيع ناقص 9 تحلل س ناقص 3 في س زائد 3، وبالتالي المجال ح ما عدا 2 وسالب 2 و3 وسالب 3. بعد كده بنختصر، نشيل الس ناقص 2 مع س ناقص 2، س زائد 3 مع س زائد 3، هيتفضل س على س زائد 2 في س ناقص 3. خد بالك المجال ح ما عدا اصفار المقام 2 وسالب 2 و3 وسالب 3، اختصرنا بقى س على س زائد 2 في س ناقص 3، وبالتالي نقدر نجيب بقى يا ولاد نون سالب 1. ليه؟ لأن السالب 1 دي مش موجودة في المجال، تمام؟ طالما مش موجودة في المجال يا ولاد نقدر نجيب قيمتها، فتعوض مكان كل س تقابلك بسالب 1، فتشيل الس هتحط سالب 1، وهنا الس بسالب 1 وهنا سالب 1، فيبقى سالب 1 على الناتج ده 1 والناتج ده 2، الناتج دي ب4 يا ولاد، لأن في سالب 1 وناقص 3 تبقى سالب 4، يعني في 1 بسالب 4، وهنا سالب على سالب فهنموجة، فيطلع الناتج 1 على 4. دي أبسط صورة للإيه؟ للسؤال بتاعنا رقم 4 ب. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، 5 ألف، إذا كانت نون س بتساوي س على س زائد 1 زائد 2 س تربيع على س تكعيب ناقص س، أوجد نون س في أبسط صورة عن بين المجال نون، ثم أوجد قيمة نون 2 ونون 1 إن أمكن. تعالوا نشوف خطوات الحل، السؤال 5 ألف أهو، إذا كان نون س بتساوي س على س زائد 1 زائد 2 س تربيع على س تكعيب ناقص س، هنا نقدر ناخد الس عامل مشترك يا ولاد من الحد التاني،
الدالة التانية اهي تلاقي مجموعة، ناخد السين تحت فيبقى سين تربيع ناقص واحد، اقدر نحلل سين وسين وسالب واحد وموجب واحد لان ده فرق مربعين. المجال ح ما عدا اصفار المقام، هنا سالب واحد وهنا صفر وهنا واحد، كمان سالب واحد ما تتكررش. نقدر نختصر سين تربيع على سين فيها سين، فيبقى اتنين سين على سين ناقص واحد في سين زائد واحد، وبالتالي نون سين بتساوي سين على سين زائد واحد. ماشي، خد بالك بقى واحنا بايه بنوحد المقامات بتاعتنا بالدالة. ركز كده معايا، ركز كده يا حبيبي، ركزوا يا ولاد معايا في السؤال ده. احنا هنا نوحد المقامات ازاي يا ولاد؟ بعد ما اختصرنا طلعت الدالة سين على سين زائد واحد زائد اتنين سين على سين ناقص واحد سين زائد واحد. لما تيجي توحد المقامات بتاعتك هتعمل ايه؟ تكتب المقامات كلها تحت، كلها اللي هنا واللي هنا، بس اللي اتكتب ما يتكتبش تاني. ماشي، تكتب كل المقامات واللي اتكتب ما يتكتبش، وبعد كده بتقوم قسم المقام اللي عندك ده اللي انت جبته، يعني اللي هو سين ناقص واحد في سين زائد واحد، على المقام اللي فوق. يبقى اتبقى عندك بعد ما تقسم ده على ده هيتبقى سين ناقص واحد، تقوم ضربها في سين بقى اللي فوق، يبقى سين في سين ناقص واحد. يبقى انت يا ولاد بعد ما وحدت المقامات بتاعتك كلها تحت بتشوف المقام اللي اتكتب ما اتكتبش تاني. انت كتبت سين زائد واحد خلاص، سين ناقص واحد خلاص، ما تقومش كاتب بقى سين زائد واحد تاني. يبقى بتكتب المقام الاول المقام التاني وما تكررش. بعد كده بتقوم قاسم المقام ده كله اللي انت كتبته خلاص على المقام الاولاني ده اهو اللي هو سين زائد واحد، فلما تقسمه عليه هيتبقى عندك س ناقص واحد، لان لما نقسم المقام على المقام الغريب عندك س ناقص واحد، تقوم مضروبه في س اللي فوق تبقى س في س ناقص واحد، زائد تقسم المقام ده كله على المقام ده كله يبقى واحد، واحد في اتنين س باتنين س. اهي فك بقى المقدار، س في س بس تربيع، وس في سالب واحد بسالب س زائد اتنين س، يبقى س تربيع اهي تنزل، وهنا سالب س زائد اتنين س تبقى موجب س، يبقى س تربيع زائد س. المقام س ناقص واحد في س زائد واحد، هناخد من البسط س عامل مشترك تبقى س في س زائد واحد، والمقام س ناقص واحد في س زائد واحد. بعد كده س زائد واحد تروح مع س زائد واحد بقى س على س ناقص واحد. يبقى دي أبسط صورة لإيه؟ للدالة بتاعتك. فهمنا؟ دي كانت السؤال 5 ألف. تعال نشوف لسه في مطلوب تاني يا ولاد، ثم موجود محدش يستعجل ويشوف غيره. لأ اقرأ الصورة بقول كله أول آخر. عايز اجيب نون اتنين ونون واحد. خد بالك الاتنين مش موجودة في المجال، تقدر تجيب قيمتها، لكن الواحد موجودة في المجال، فما ينفعش ان انا اجيب قيمة واحد. يبقى نون واحد غير ممكنة او تقول له غير معرفة، لان الواحد بينتمي للمجال اللي عندك. نقدر نجيب نون اتنين، يبقى اتنين على اتنين ناقص واحد بيساوي اتنين، نون اتنين هتديك اتنين، لكن نون واحد دي غير ممكنة. السؤال اللي بعده، س تكعيب ناقص 8 على س تربيع ناقص 3 س زائد 2 على س تكعيب زائد 2 س تربيع زائد 4 س على 2 س تربيع زائد س ناقص 3. هنا البسط فرق المكعبين، حل قوس صغير وقوس كبير. هنا يا ولاد المقام عددين حاصل ضربهم 2 ومجموعهم 3، تاخد 1 في 2 واشارات شكل بعضها سالب وسالب. هنا البسط ناخد الس عامل مشترك فيبقى س تربيع زائد 2 س زائد 4، مفيش على ده حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 2، فيفضل السين في المقدار اللي اتبقى. المقام 2 س تربيع زائد س ناقص 3 هيتحلل 2 س وس، وهنا 3 في 1، التلاتة تاخد موجب والاتنين أو التلاتة تاخد تلاتة موجب والإيه والواحد ياخد سالب. وبعدين نختصر بقى ونطلع المجال بتاعنا.